كنا نتحدث في ختام الحلقة السابقة، أنت دخلت الجيش 83، الحرب العراقية الإيرانية والتي امتدت لي حوالي 8 سنوات، أنت دخلت في عز الحرب ديت، في هل كان لكم دور، خاصة إن كان يعني كل الحرب كلها كان بيدور بالقرب من الحدود الكويتية، أنتم فتحتم المجال للعراق بأن تدخل الطائرات الجوية العراقية تدخل من أراضيكم، هل كان لكم دور أو مشاهدات؟ أنا انتقلت للجيش 83، قبلها كنت بالحرس الوطني وكعسكري من 7 و8 من 78، لكن انتقلت للجيش 83 كملازم أول يعني. والفترة هذه كانت فترة الحرب العراقية الإيرانية. طبعا موقف الكويت من الحرب العراقية الإيرانية موقف رسمي إنها محايد، لكن حقيقي كنا داعمين للعراق بكل قوة. دعمنا العراق بفتحنا أجواءنا لطيرانه ومياهنا الإقليمية لتحرك بحريته، لأن البحرية العراقية يعني بناءها قريب جدا من الحدود الإيرانية، ممكن يأثرون عليهم، فكانوا يستخدمون مياه الإقليمية الكويتية لتحركاتهم، ودعمناهم حدود 10 مليار قروض و هبات، و10 مليار او 6 مليار قروض، ودفعنا لهم ذخائر ومدافع وصواريخ ارض ارض قصيره المدى، يعني خاصه بازمه الفاو دفعنا، اعطينا لهم الصواريخ اللونه مداها تقريبا 70 كيلو، ودعمناهم بشكل كبير جدا. ولولا يعني الدعم الكويتي والمجال الكويتي اللي بالحرب العراقية الإيرانية كانوا الوضع العراقيين صعب. طب انتوا ليه دعمتوا؟ كان ايه سبب دعمكم للعراق؟ هل كان هناك في تخوف من ايران خاصة بعد الثورة؟ إيران بعد الثورة أعلنت أنها ستصدر الثورة، وهذا واحد. اثنين، الإيرانيين يعني كان لهم نشاط يعني بالكويت عبر يعني عملاء وعبر حزب الدعوة وعبر يعني حاولوا ينشؤون خلايا بالكويت يعني للتأثير أو على إنتاج النفط وتفجير حقول النفط، لكن الكويت أمنها قوي جدا والله حافظها سبحانه وتعالى، فالعمليات هذه ما أثرت بالكويت بشيء، وبالعكس يعني زادت يعني دعم الكويت للعراق وقناعته. حاولوا اغتيال الأمير يعني، وكل عملية اغتيال الأمير يعني اكتشفها يعني، ومسك خيوط الأمن الكويتي وعرف اللي وراها، خطفوا طائرة الجابرية وقتلوا 2 من ركابها رحمة الله عليهم. من 83 حتى 88 كان في عمليات بشكل مباشر بتستهدف الكويت. نعم، حتى يعني إذا زعوا الكويت ظلت ثابتة وتدعم يعني العراق في حربه، إلى أن يعني تقريبا وقفت الحرب العراقية الإيرانية بنصر معنوي كبير للعراق.